عن الفطريات الأظافر وشون نقدر نحمي أظافرنا من هذه الفطريات. أول شيء خلينا نعرف شنو هي الفطريات وشون ممكن يعني يكون شكلها، يعني شون نقدر نشخص أظافرنا إذا بيها فطريات أو لا. أول شيء من خلال اللون، لأنه يتغير لون الأظفر، ممكن مرات يكون أسود أخضر أو أصفر، هاي اللون. النقطة الثانية اللي هي شكلها يكون سميك، يعني أسمك من الأظفر الطبيعي. وأيضا تكون مثل المكرمشة إذا تلاحظوها يعني. فهاي من خلال هاي النقاط نقدر نشخص إذا إحنا بينا فطريات بالأظافر أو لا. شلون نقدر نتجنبها؟ نتجنب البيئة أو الأشياء اللي تسببها. الفطريات تجي للأظافر إذا كانت البيئة مو نظيفة، مثلاً الماء متسخ أو يعني استخدمناه، أو مثلاً لبسنا أحذية أو لمدة ساعات طويلة، أو مغيرنا الجواريف، فهاي كلها هاي الأسباب تسبب يعني نكون فطريات بالأظافر. لازم نتجنبها على مود يعني ما تصير يعني المشكلة أكبر. ممتاز جداً.